فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ما صحة هذه المقولة التي تقول إن كل من دافع ونافح عن أصل السمع والطاعة فإنه يكون مرجئا؟ اتركهم بس، هذا كلام فاضي. نحن ندافع وننافح عن ولاة أمور المسلمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بالقرآن. ولاة أمور المسلمين لهم حرمة ولهم مكانة، ولا يجوز الاستهانة بهم، وهذا يضعف الجماعة ويوجد العداوة بين ولاة الأمور وبين الرعية، يسبب شرورا كثيرة، لا يجوز هذا أبدا. نعم.